سادات وسادة، تحية لحضراتكم. حوار خاص جديد، أهلا بكم. حوار اليوم يدور حول العلاقات المصرية السودانية، فما من شك أن العلاقات المصرية السودانية هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ على كافة المستويات، ولكن في الآونة الأخيرة لاحظنا مع حضراتكم أوجه من التكامل الدبلوماسي الكبير بين القاهرة والخرطوم، فزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم كانت لها انعكاسات إيجابية على كل المستويات. كذلك تابعنا منذ أيام زيارة رئيس الوزراء السودانية للقاهرة. على أي حال، كيف يمكن استكمال هذه الزيارات وهذا التكامل في إطار من التكامل الاقتصادي والاستثماري بين البلدين على كافة المستويات؟ هذا هو موضوع هذا الحوار الذي أرحب فيه مع حضراتكم بضيفي السيد المهندس عبد الرازق عرابي غندور، رئيس اتحاد رجال الأعمال السودانيين في مصر وسفير النوايا الحسنة بالاتحاد الإفريقي. باشمهندس منورني، أهلا وسهلا. أهلا بك. اسمح لي أتواصل مع سيادتك ومع سادة المشاهدين، ولكن بعد هذا التقرير ابقوا معنا. تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع السودان يمثل ركيزة أساسية لدى الدولة المصرية، حيث يحظى السودان بمكانة خاصة لدى شقيقته مصر، مدعومة بروابط تاريخية ومصالح اقتصادية مشتركة على المستويين الثنائي والإقليمي. وخلال الزيارات المتبادلة بين المسؤولين المصريين ونظرائهم السودانيين، أكد وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرات السودانية مريم الصادق المهدي أن هناك اتفاقا كاملا بين مصر والسودان على ضرورة تفعيل كل الآليات التي تعزز العلاقات الثنائية في كافة المجالات، مشيرا إلى أن الإطار الاقتصادي مكون هام جدا في العلاقات بين البلدين، مشددا على ضرورة دفع العلاقات الاقتصادية إلى الأمام. هذا وتبلغ الاستثمارات المصرية في السودان نحو مليار دولار، بينما تبلغ الاستثمارات السودانية في مصر 100 مليون دولار، و60% من هذه الاستثمارات في مجال الصناعة، وأكثر من 20% استثمارات تجارية و10% استثمارات زراعية. القاهرة والخرطوم ينفذان استراتيجية خاصة بين البلدين لتنمية التعاون الاقتصادي المشترك بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي والإقليمي من خلال زيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات الصناعية والاستفادة من حجم الموارد المعدنية التي تتوافر لدى البلدين، حيث إن حجم التجارة البينية بين البلدين حالياً لا يرقى إلى ضخامة الموارد والقدرات التي تتوافر في البلدين. من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد الترحيب بضيفي السيد المهندس عبد الرازق عرابي غندور، رئيس اتحاد رجال الأعمال السودانيين في القاهرة. باشمهندس من جديد أهلا وسهلا. أهلا بك يا مرحبا. بالتأكيد العلاقات المصرية السودانية هي علاقات ضاربة في عمق التاريخ لا تحتاج إلى شرح أو تحليل، ولكن لو بتكلم على توصيف العلاقات المصرية السودانية كما ترى أنت في الوقت الراهن. والله إحنا يعني شعب واحد في دولتين. صحيح. يعني دي حاجة معروفة. يعني مضروب معانا في عمق تاريخ ان احنا دولة واحدة. يعني بنشترك مع المصريين بالمصاهرة والزواج والعلاقات الخاصة. فطبعا يختلف عن اي دولة في العالم بالنسبة لمصر للسودان. يعني يختلف عن اي دولة. علاقة مصر مع علاقة السودان، فأنا زي ما قلت لسعادتك احنا يعني شعب واحد في دولتين، دولة مصر ودولة السودان. بالتأكيد حضرتك بتشوف التحولات الكبيرة اللي بتتم في مصر وكمان التحولات اللي بتتم في السودان على المستوى السياسي والاقتصادي. فكرة التكامل بين البلدين على المستويين، سواء كان على التنسيق السياسي في المحافل الدولية والقضايا المختلفة أو التكامل الاقتصادي بين البلدين، حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي وانعكاساته؟ والله احنا عايشين في عرس يعني جميل الأيام دي بزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان وزيارة رئيس الوزراء السوداني للقاهرة،
وزيارة وزيرة الخارجية وزيرة يعني دي يعني عملت نهضة. صحيح، كان في زخم سياسي كبير خلال بالظبط الفترة بالظبط السابقة. بالظبط بالظبط يعني، وعايشين في عرس يعني نعتبر عرس، لأن بين السودان ومصر تحركت المحافل كلها على أساس إن إحنا نبقى دولة واحدة في وطن واحد. انعكاسات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الخرطوم، بالتأكيد سيادتك تابعت مع الأصدقاء والأشقاء أكيد هناك، أكيد. يعني ردود الفعل المختلفة تجاه هذه الزيارة في هذا التوقيت بالنسبة للسودان؟ ترحيب كبير جدا، فرحة شديدة جدا إلى اليوم، يعني في كل المحافل الشعبية بتحتفل بزيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان، لأنها عملت نقلة كبيرة جدا جدا بالنسبة للشعبين في وقت يعني كانت فيه شوية تفاوتات شوية كده بين البلدين، لكن الحمد لله بزيارته بزيارة مع سيادته حسينا إن احنا الوضع يعني رجع زي زمان، هي مصر والسودان والسودان ومصر. لو بكلمك على باعتبارك رئيس اتحاد رجال الأعمال السودانيين في مصر، لو بكلم حضرتك عن التكامل الاقتصادي بين البلدين، ما يحتاجه السودان في الوقت الراهن من مصر، وما تحتاجه مصر في تقديرك من خلال احتكاكك مع رجال الأعمال سواء كانوا سودانيين أو مصريين؟ كثير كثير. احنا طبعا بالسودان ومصر بيكملوا يعني العمالة المصرية أو الخبرة المصرية مع الامكانيات السودانيه كارض زراعيه وانهار و فطبعا دي حاجه يعني بتكون فيها يعني زخم كبير جدا جدا للعلاقات الاقتصاديه بين مصر والسودان حاليا. يعني عايز حضرتك تشرح لي امثله على التكامل الاقتصادي، يعني حضرتك تقول لي السودان محتاج في الوقت الراهن ايه ومصر كمان محتاجه ايه، ولو عملنا تكامل اقتصادي ممكن ينعكس ازاي، يعني لو فتحنا الكلام شويه فيما يتعلق بالجوانب دي. والله بالنسبة للسودان بيحتاج لكل شيء من مصر، يعني الحديد، الألومنيوم، الأسمدة، يعني الأيدي العاملة. طبعا دي أهم شيء في التكامل، لأن مصر السودان محتاج للوضع اليد العاملة بالنسبة لمصر ضروري يعني إن شاء الله. لما بالنسبه لمصر بالنسبه لمصر طبعا بتحتاج للمواشي زي ما سيادتك عارف، والسمسم والصمغ العربي، الحاجات اللي بتشتهر بيها السودان بشكل كبير. ايوه بشكل كبير جدا جدا، الحاجات دي كلها محتاجاها مصر للسودان، السمسم يعني الحاجات دي كلها مصر ما تستغناش عنها بالنسبه للسودان. من واقع شغل حضرتك واحتكاكك برجال الاعمال والمجتمع المصري والسوداني، ماذا عن التسهيلات بين البلدين سواء التسهيلات الجمركية أو التسهيلات بين المسؤولين المصريين والسودانيين في انعكاسات عملية التكامل الاقتصادي بين البلدين؟ أكيد طبعا، إحنا عندنا أنت عارف سيادتك عندنا مثلا المينائين اللي هو شقيت وأرجين، طبعا دي يعني بيكون فيها التكامل البري أو بالنسبة للبضائع البرية اللي بتمشي من مصر للسودان ومن السودان للمصر بالعكس يعني. فطبعا دي يعني حاجه جميله جدا بالنسبه لنا، يعني متكمله تكامل كبير وفيها يعني كل الامكانيات اللي بتكون بتسهيلات، لان طبعا بعد زياره سياده الرئيس الايام اللي فاتت دي عملت نهضه كبيره جدا جدا في التكامل. طرحت بعض النقاط كتير، وبالتالي سياده كتير الرئيس اعطى تعليمات بان الامور كلها تتحل يعني. كثير بالظبط، ورئيس الوزراء برضه نفس الطريقه المصري اعطى يعني الضوء الاخضر بالنسبه للدخول والخروج بالنسبه للبضائع سواء من مصر للسودان او من السودان لمصر. حجم الاستثمارات المصريه كنا لسه بنسمع في التقرير في السودان مليار دولار، مليار دولار، وحجم الاستثمارات السودانيه في مصر 200 مليون دولار. بالظبط. الى اي مدى بترى ان هذه الارقام بترقى للعلاقات الكبيره بين البلدين؟ اكيد طبعا، يعني احنا بنتمنى انها برضو يعني تنفتح وتزدهر العمليه دي وتزيد، لان طبعا دي برضه مش كفايه بالنسبه للسودان ومصر، لان طبعا تعتبر 70 او 80% من احتياجات السودان بتاخدها من مصر عشان زي ما انت عارف يعني.
طيب انتم في السودان الحكومة السودانية الحالية اتخذت في الوقت الراهن مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لإنعاش الاقتصاد السوداني وتحرير سعر الصرف، ومجموعة من الإجراءات التحفيزية أيضا للاستثمار الأجنبي في السودان. إلى أي مدى بتشوف هذه الجوانب مهمة للتكامل الاقتصادي مع مصر؟ مهمة جدا، دي مهمة جدا جدا، لأن أنت عارف إحنا يعني الاقتصاد بتاعنا يعني أقول بيتعافى بعد إزالة الجحود الأمريكية من على السودان، وبدينا يعني إن شاء الله نحس بأن احنا بنزدهر، وبوجود مصر معانا بنكون طبعا يعني أقوى وأقوى وأقوى، ودي طبعا الحاجة اللي احنا سعى عليها رئيس الوزراء ووزارة الخارجية والوفد اللي جاء مع سيادته في الأيام اللي فاتت. معروف طبعا وسيادتك يعني عارف ان في مجموعه من المشروعات الكبيره للتكامل الاقتصادي بين مصر والسودان، منها الربط الكهربائي على سبيل المثال وغيرها. المواطن السوداني الى اي مدى بيشعر باهميه هذه المشروعات؟ طبعا دي حاجه انت عارف يعني احنا عندنا كانت مشكله موضوع الكهرباء في السودان، وده طبعا بيرجع لعمليه الوقود وعملية الديون اللي على الشركات اللي كانت بتنور الكهرباء هناك في السودان، ونتيجة الحظر الأمريكي. لكن طبعا مصر مدت إيدها بالربط الكهربائي، وعملت طبعا من 60 ميجاوات ل 70 ميجاوات إلى 300 ميجاوات، دلوقتي بنتطوره إلى 3000 ميجاوات بالنسبة للربط الكهربائي بين مصر وبين السودان. التحديات المشتركة بين مصر والسودان على مر التاريخ، كان في مجموعة من التحديات اللي كانت بتتكامل فيها الإرادات السياسية سواء في مصر أو السودان. حاليا أزمة سد النهضة ده تحدي مشترك بيواجه البلدين، إلى أي مدى بتروا أن هذا تحدي بيواجه السودان أيضا؟ طبعا يعني احنا بنتضرر أكثر من مصر، يعني سد النهضة ده بيكون ضرر للسودان أكثر من مصر، لكن برضو في كلتا الحالتين يعني هو تم الملء الاول بدون ما يكون فيه تتابع مصر والسودان، لكن دلوقتي بقى مصر والسودان ايد واحده يعني في مواجهه الخطر الداهم، على اساس انه ما بقاش فيه يعني ملء المره الثانيه. لا يمكن طبعا الملء الثاني يتم الا عن طريق اتفاق يكون مكتوب ومعروف يعني. فاحنا بالنسبه لمصر والسودان يعني اتجاهنا واحد من الناحيه دي، الخطر بداهمنا احنا الاثنين كمصر وكالسودان. يعني خليني يعني فرصه سيادتك موجود معنا، الى اي مدى المواطن في السودان بيدرك حجم الخطر من هذه الازمه، ازمه سد النهضه؟ المواطن هناك يعني بيشوف هذا الامر ازاي؟ كان الاول مفيش. يعني كان الاول ما كانش حاسس بيها فعلا. لكن بعد ما تدخلت ال 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 يعني الناس بتوع اللي هم الخبراء سواء السودانيين والمصريين، ولا السيول الأخيرة اللي حصلت سببت لنا الفيضانات اللي حصلت دي، وقوف مصر بجانب السودان وقفة يعني احنا مش ممكن ننساها أبدا، وقفة السودان مصر مع السودان في أيام السيول اللي حصلت. فطبعا دي حاجة خلت الناس حست هو سد النهضة اللي حصل في أي استشعار شيء. الخطر بالضبط بالضبط بقى في نوع من إدراك حجم المسؤولية فيما يتعلق بهذا الأمر. فاحنا الوقت تكاثفنا أمنيا وسياسيا واقتصاديا مع هذا الموضوع. لو احنا بنتكلم على التجارة وبنتكلم على استثمارات وشغل رجال الأعمال بلغة رجال الأعمال، أهمية الربط بين مصر والسودان سواء عن طريق الطرق البرية أو السكك الحديدية أو ما إلى ذلك، بتشوفوا أهميته إزاي بالنسبة لكم؟ طبعا دي تسهيلات كبيرة جدا. يعني دخول مصر مع السودان في عملية الربط السكك الحديد والكهرباء والطرق البرية، دي حاجات يعني ما كانتش موجودة من زمان. حضرتك زي كل اللي كان هدمنا في البحر يعني بالنيل من أسوان للسودان، لكن دلوقتي طبعا بعد الطرق البرية والسكة الحديدة من اسكندرية إلى أسوان إلى حلفة، دي حاجة طبعا يعني ازدهار كبير جدا جدا، هيكون ليها انعكاسات بشكل إيجابي جدا. طبعا أكيد أكيد. يعني طب خليني أسأل حضرتك برضو، إيه المشاكل اللي بتقابل رجال الأعمال السودانيين في مصر؟ والله رجال الأعمال أو محتاجين إيه؟ خليني ما أقولش مشاكل، يعني محتاجين إيه خلال الوقت الحالي؟ الروتين البيروقراطية بالضبط. أنا عندي ابن عمي بيعمل في شركة هنا استثمارية بقاله سنتين،
سنتين دلوقتي ما عملش عمليه جراحيه. فعايزين يعني برضو يكون في تساهلات في العمليه دي زي ما يكون في تساهلات في مصر. يعني في السودان، السودان فيها تساهلات كبيره جدا بالنسبه اي واحد بيروح يعمل مشروع في السودان بيلاقي كل الترحيب فيه. لكن في مصر هنا فيه البيروقراطيه وفيه الروتين اللي هو بيعوق، بيعمل عائق بين الاستثمار الرجال السودانيين في مصر. طيب خليني برضو أشوف نوع تاني يعني من التكامل. بينضم إلينا عبر الهاتف السيد السفير دكتور صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية سابقا. سيد سفير تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك السادة المشاهدين. أشكرك جدا سيد سفير. ما من شك عند الحديث عن العلاقات المصرية السودانية يكون للحديث طابع خاص، لأن العلاقات المصرية السودانية هي علاقات متميزة عبر التاريخ وعلاقات واحدة. الفترة الأخيرة كان فيها نوع من الزخم السياسي الكبير في هذه العلاقات، كيف تراه وكيف تحلله في هذا التوقيت؟ لا شك أن الفترة الأخيرة شهدت زخما قويا في العلاقات بين مصر وبين والسودان. لعل من أبرزها كان زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان في مطلع الأسبوع الماضي، وسبقتها زيارات أربعة قبل ذلك 2014 2017 18 و19. فاعتقد هذه الزيارات شكلت يعني زخما قويا، خاصه وان كان هناك ايضا زيارات متبادله من جانب الرئاسه في السودان. رئيس البرهان رئيس المجلس السيادي زار القاهره ايضا ونائبه قبل ذلك، ثم وزير الخارجيه وزير خارجيه السودان قبل ذلك، وايضا كان هناك زياره لرئيس هيئة الأركان المصرية وتدريبات مشتركة نسر واحد نسر النيل واحد، وأيضا تدريبات في سيف العرب بين مصر والسودان. ثم تم إنشاء مجلس الدول العربية والأفريقية المتشافعة على البحر الأحمر ومصر والسودان أعضاء فيها. كل هذه الأمور أعتقد شكلت نقلة نوعية كبيرة جدا في العلاقات ما بين البلدين، لأنها أسست على علاقات تقوم في كافة المجالات، وتم انشاء اليات بموجب اتفاقيات سابقه واتفاقيات مستحدثه من شانها ان يكون هناك زخم في كافه المجالات، سواء كان في المجال الامني او العسكري، سواء في المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وانا اعتقد ان ما تم انجازه ايضا على الجانب الاقتصادي، خاصه فيما يتعلق بالبنيه التحتيه سواء طرق بريه ونهريه وبحريه ومشروعات سكك حديديه وربط كهربائي، ثم هناك اتجاه ايضا لزياده الاستثمارات في القطاعات الانتاجيه المختلفه على النحو الذي يمكن معه ان يكون هناك نشاط تجاري مستحدث وتمام ويتعاظم باحجام ضخمه جدا بعد توجيه استثمارات للقطاعات الانتاجيه سواء كانت زراعيه او صناعيه او ثروه حيوانيه او سمكيه. كل هذه الامور اعتقد يعني شكلت نقله نوعيه في العلاقات نتيجه الزيارات التي على مستوى رفيع، وايضا انشاء الاليات المستحدثه كما اشرت، لان كان هناك تاكيد على ما يمكن ان نسميه التوصل الى شراكه استراتيجيه وتحالف استراتيجي. شراكه استراتيجيه فيما يتعلق بالملف الامني والسياسي والاقتصادي، وفيما يتعلق بالتحالف الاستراتيجي في المجال العسكري. واعتقد ان هناك تحديات ربما زادت من هذا الزخم، والتحديات الخاصه بسد النهضه، ازمه سد النهضه، وايضا التوتر الحدودي ما بين السودان وبين اثيوبيا. ثم هناك ايضا بعض القضايا التي ذات الاهتمام المشترك في منطقه القرن الافريقي وفي منطقه البحر الاحمر. لا شك ان هذه الرؤيه تؤكد على ان العلاقات بين مصر والسودان وهي علاقات تقوم على اساس روافد عديده، سواء كانت ثوابت الجغرافيا او وقع التاريخ او الروابط الاجتماعيه او الوشائج الثقافيه ورابطة مياه النيل والمصالح المشتركة. كل هذه الأمور تشكل تشابها زخما فيما يتعلق بالأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني باعتبارهما وجهان العمدة واحدة، خاصة أن مصر عمق استراتيجي للسودان والسودان عمق استراتيجي لمصر. سيد سفير، بالتأكيد اتساقا بكلام سيادتك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسودان على كل المستويات، إلى أي مدى في تقديرك في إطار هذه الشراكة يمكن مواجهة التحديات، خاصة التحديات المتعلقة بسد النهضة لكلا البلدين؟ كما أشرت أن نحن الآن أمام
شراكه استراتيجيه فيما يتعلق بالملف السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وتحالف استراتيجي فيما يتعلق بالجانب الامني والعسكري. فيما يتعلق بسد النهضه، نحن وصلنا الى طريق لا بديل عنه في غير اننا نلجا الى الوساطه الرباعيه، ولو حتى تحت اشراف او تحت رعايه الاتحاد الافريقي. وهذا المنطلق يستند الى اساس قانوني. لو رجعنا الى الماده العاشره من اعلان المبادئ، وهو اعلان مبادئ هو اتفاق ملزم لكافه الاطراف، ينص في مادته العاشره على ان الوساطه احدى وسائل فض النزاعات بالطرق السلميه، كما انها موجوده في القانون الدولي. فقبول الوساطه الرباعيه هو امر يتعين على اثيوبيا القبول به. هناك رؤيه مشتركه في اللجوء الى الوساطه باعتبارها احد مبادئ اعلان المبادئ، احد المواد، احد طرق فض النزاعات والطرق السلميه في اعلان المبادئ، وهو التزام قانوني يجب ان يتم الالتزام به، باعتبار انه يجب التزام بما تم التوقيع عليه من الرؤساء الثلاثه واعلان المبادئ وعدم مخالفته. ايضا هناك اهتمام اذا كان الامر كذلك، فلابد ان تصل هذه الرباعيه الى حل مطلوب، وهو التوصل لاتفاق قانوني ملزم متوازن وعادل لكافه، يرعى مصالح كافه الاطراف. لا شك ان هذا الاتفاق يجب ان يتم التوصل اليه رضاء او استرضاء، واذا لم يتم التوصل اليه فليس هناك من بديل الى التوصل اليه جبرا من خلال اللجوء الى مجلس الامن وتفعيل مادته الفصل السابع من الميثاق من ميثاق الامم المتحده، الذي يلزم الاطراف في حاله وجود ما يهدد السلم والامن الدولي اللجوء الى هذا الفصل حتى تحقيق الامن والاستقرار وتجنب ما يؤدي الى عدم الامن والاستقرار. اشكرك جدا السيد السفير الدكتور صلاح حليمه، مساعد وزير الخارجيه سابقا، شكرا جزيلا. من جديد برحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وبكمل حواري مع السيد المهندس عبد الرازق عرابي غندور، رئيس اتحاد رجال الاعمال السودانيين في مصر. باشمهندس مره ثانيه اهلا وسهلا. اهلا بك. زي ما قال سيد سفير ان في نقله نوعيه في العلاقات المصريه السودانيه على كل المستويات، وفي تحالف استراتيجي مهم في الملفات الاستراتيجيه خاصه الملفات الامنيه والسياسيه. كمان في الموضوع التجاري او في المجال الاستثماري الكبير، الطموحات، حاجة بتشوف الامال المتوقعه من التكامل السياسي والتحالف الاستراتيجي بين البلدين، يعني ايه الطموحات السودانيه من مصر وكذلك كما ترى؟ والله احنا يعني طموحاتنا بالنسبه لمصر والسودان، يعني طموحات ان احنا نصل، احنا طبعا زي ما سيادتك عارف ان السودان سله العالم، العالم كله سلة العالم السودان من الغذاء، من الغذاء، يعني تتوفر فيها كل المناخ
اللي هو للزراعه وللتجاره وللصناعه. فاحنا كل هدفنا ان احنا نستعين بمصر في دخولها معنا في مجال الاستثمار الزراعي بالذات، لان احنا بالزراعة هنقدر يعني ننمي اقتصادنا السوداني، لانه طبعا انت عارف احنا في حاله يعني في حاله تعافي من الاقتصاد السوداني. فان شاء الله باذن الله احنا املنا كبير جدا جدا في هذا الموضوع. يعني لو بكلم حضرتك على المجال الزراعي، ايه الامكانيات المتوفره لدى السودان الشقيقه فيما يتعلق بالمجال الزراعي؟ يعني عندكم ايه ومحتاجين ايه؟ احنا عندنا الارض وعندنا الـ 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 الارض الخصبه الصالحه للزراعه. بالظبط. عندنا طبعا محتاجين من مصر العماله. العماله اللي هي هتنمي الاقتصاد السوداني بشكل كبير، وده يعني من اول بقول الكلام ده، دايما نقول ما احنا محتاجين للعماله المصريه لتنمي الناحيه الزراعيه في السودان. الى اي مدى كمان الحكومه السودانيه الحاليه مرحبه بالاستثمار في هذا المجال، او بتوفر او بتقدم حوافز استثماريه وتسهيلات للاستثمار بشكل عام والاستثمار المصري بشكل خاص؟ يعني اكيد طبعا، لان طبعا السودان بترحب باي استثمار بيجي في من مصر او من اي دوله في العالم في بالنسبه للسودان، وبنرحب بالذات يعني خاصه الاخوه المصريين. المصريين بيمتازوا بالخبره والعماله يعني العدد الرهيب، على اساس انه يقدر ينمي الاتجاه الزراعي في السودان. ايه كمان في المجالات اللي ممكن يبقى فيها نوع من التكامل؟ لو بتكلم على تصنيع مواد غذائيه، لو بتكلم على مجال صناعي، حضرتك بتشوف ازاي هذا المجال من واقع التعامل مع رجال الاعمال سواء كانوا سودانيين او مصريين؟ بالنسبه للمصانع، انا برحب باي مصانع. يعني مصانع بالنسبه للزراعه بتعمل اي مصانع، مصانع الطماطم، مصانع اسمه ده بالنسبه للزراعه الرز، زراعه اسمه ده القمح. شفت كيف؟ يعني احنا عندنا حاجه يعني مش ممكن اقول لك، يعني احنا عندنا استعداد كامل جدا جدا بان احنا نكون يعني سله الغذاء العالم كله، مش لمصر بس، العالم كله. فان شاء الله بنرحب بهذا الموضوع، بنرحب بالاستثمار المصري ونرحب بالاستثمار العربي كله في السودان. حضرتك رئيس اتحاد رجال الاعمال السودانيين في مصر، رجال الاعمال السودانيين في مصر مهتمين بايه؟ بيشتغلوا في ايه في مصر؟ يعني بيهتموا بالعقار، المحلات، بيشتروا محلات، بيشتروا شقق، بيشتروا شقق، بيشتروا عقار. دول ما يعني دي الحاجه، دي الاهتمامات المطروحه الاساسيه. هي بالظبط بالنسبه لرجال الاعمال. لكن ليه ما فيش فكره تكامل مع رجال اعمال مصريين وسودانيين في احداث مجموعه من الانشطه الاقتصاديه اللي ممكن تخدم على الاثنين والاثنين يكسبوا؟ يعني دي اللي انا بسعى عليها حاليا في مكتبنا مؤسسه نادي رجال الاعمال، ان احنا بنرحب بالاخوه المصريين اللي بيروحوا السودان، واحنا عندنا لقاء بعد بكره مع وزاره الزراعه في جامعه عين شمس، كلية الزراعة بجامعة عين شمس، على أساس أنها بتودي بتعمل عمليات الفواكه، البيوت المحمية. يعني عندهم اتجاهات جميلة جدا جدا. عندنا اجتماع معهم يوم الثلاثاء إن شاء الله، على أساس أن نأخذهم هناك ونوديهم السودان. وطبعا أنا برحب بهم بالسفارة السودانية، بتهتم جدا جدا بالناس اللي بروح بالاستثمار بالذات في الناحية دي. رجال الأعمال السودانيين في مصر بيتكلموا مع حضرتك في إيه؟ يعني هم كمان بيتمنوا إيه خلال المرحلة الجاية؟ لأن طبعا الحقيقة القرارات اللي خدتها الحكومة السودانية كانت محل نقاش كبير جدا من واهتمام من العديد من الدول والعديد من المؤسسات الاقتصادية، لأنها على الطريق الصحيح فيما يتعلق بفتح الاستثمار أمام الجميع في السودان. فبالتالي رجال الأعمال مهتمين بإيه؟ مهتمين، احنا أهم شيء يكون فيه تسهيلات بس. يعني احنا مهتم بالتسهيلات، التسهيلات الحكوميه اللي بتخلي الناس تعمل الاستثمار في مصر بالنسبه للسودانيين. اما بالنسبه للمصريين فمش مشكله ابدا، يعني مشكلتهم. يعني انتم في السودان عندكم تسهيلات بالنسبه لرجال الاعمال المصريين؟ طبعا طبعا طبعا، من مصريين او غير مصريين، اي دوله في العالم بتيجي بنرحب بيها وبنسهل لها كل امورها. حضرتك بتكلمني على الوقت الحالي، لكن قبل كده ما كانت الصوره مختلفه. كان ما هي كده دلوقتي، لكن حاليا يعني كل هدفنا في مصر، لان مصر دي يعني وقوف مصر بجانب السودان
الوقفة القوية في الفيضانات وفي التسهيلات وفي المعونات الدوائية والعلاجات. هو وقوف مصر بجانب السودان ده شيء مش جديد، لأن ده عبر التاريخ كان في نوع من التكامل الكبير بين البلدين. صحيح. لكن حتى التحديات الكبيرة اللي بتبين وبتخلي الشعوب تقترب من بعضها لأنها بتشعر فعلا بالقلق، فعندنا تحدي كبير موضوع سد النهضة، فيمكن ده كان له انعكاسات كبيرة على نوع من التطابق السياسي والاقتصادي بين البلدين. يعني وضحت الرؤية الحين الأيام دي، يعني الأيام الأخيرة وضحت الرؤية بكثيرة، وبقت فيه تعامل وفي تعاون وفي تشابك مصر والسودان مع ناحية سد النهضة. حضرتك تحب تقول ايه لرجال الاعمال المصريين اللي ممكن يكونوا بيشوفونا عن التسهيلات المقدمه ليهم في السودان في الوقت الحالي؟ اهلا وسهلا بهم، بنرحب بهم وبنعمل لهم طبعا عن طريق السفاره السودانيه لقاءات هناك مع وزاره الاستثمار، وزاره الزراعه، وزاره الصناعه، وزاره المياه، يعني بنرحب بهم ونقول لهم اهلا وسهلا بكم، وتيجي تشوفوا يعني الطبيعه اللي عندنا. يعني عندنا مثلا التنقيب عن الذهب، يعني في مصريين كثير جدا يشتغلوا هناك في التنقيب عن الذهب، بنهتم بهم على انهم يجوا برضه للاستيراد والتصدير، الاستيراد من اللحوم والسمسم والصمغ العربي، الحاجات الموجوده في السودان، حاجات يعني بيهتم بها الشعب المصري او رجل الاعمال المصري. نورتني جدا في هذا الحوار، بشكرك السيد المهندس عبد الرازق عرابي غندور، رئيس اتحاد رجال الاعمال السودانيين في مصر وسفير النوايا الحسنه بالاتحاد الافريقي. شكرا جزيلا. شكرا لك. الله يشكرك جدا. الله يسلمك. وانتم مشاهدينا الكرام لكم منا كل التقدير، حتى نلتقي في حوار خاص قادم باذن الله. شكرا لكم والى اللقاء.